شنو المخدرات اللي كتعمل؟ الدلو. الدلو كتشمو الدلو ولا كتشربوه؟ بعض مرات عمو كيشمو بعض المرات. كذبش عليك عمو بعض المرات. بحال هادي. واخا محمد علاش خرجتي من الدار محمد؟ خرجنا عمو نحرقوا عام. والو حاولتوا ولا ما حاولتوش؟ نحرقوا. لا واش عملتوا شي محاولات ولا والو؟ لا عينا ما ندخلوا باركوس كيرجعونا عمو مسكانير. كتمشي حتى الباركو؟ آه. في الكاميون في الكار؟ في الكيران في معطلة عمو في دابا الرمايك ما كانوش عمو ما لحقتش عليهم فهمت؟ دابا جينا الى الكيران فهمت؟ مرسى طنجة زولوها. آه. بقاو دخلوا الطوموبيل. شحال من وقت هادي وانت في سميتو في الزنقه؟ شحال من وقت ملي كنت صغير. شحال ملي كنت شحال عندك؟ كانت عندي شي 10 سنين. انت في الزنقه؟ وانا في الزنقه. ما خليتي ما جربتي؟ ما خليت ما جربت. بالنسبه للبرد وبالنسبه للشتاء بالنسبه للشمس كتعيش هذه الحياه مكرفصه. وشنو كتبغي؟ شنو باغي من الدنيا؟ باغي والو، باغي نبني المستقبل ديالي وصافي. المستقبل ديالك فين كتشوفو؟ فين بغيتي يكون؟ بغيت نشوفو في الغربه والسهل. تشوفو برا؟ اه. و الا كان برا الناس ما بقاوش صافي، ما بقاوش يلقاو الخدمه، ما بقاوش كيلقاو سميتو؟ نخدم على راسي صافي. تخدم على راسك؟ نخدم على راسي. فين ما كان؟ الا لقيتي مثلا توفرت لك الدار ولا الخدمه ولا تخدم تعيش في بلادك؟ نعيش. احكي لنا شويه، بغيت الناس يعرفوك شحال كيتعذبوا وشحال كتعذبوا نتوما انت وصحابك. شحال كنتعذبوا؟ انا عندي بان نكذب عليك، الوالده عندي تجار مخدرات فهمت، كتجار الغابره فهمتي، وعندي الوالده ضعيفه، شنو نقول لك الحاله ضعيفه والسالب. كنبغي نبني المستقبل ديالي وديال الوالدين ديالي وخوتي. باش ما يبقاوش تنقدهم حتى هما. اه ما كرهتش. وانت مثلا في الزنقه هاد الناس هادو اللي كيشوفونا، آه. واش بغيتك يعني بغيتهم يعرفوا الحاله ديالكم ويتاثروا بقى فيهم؟ بصح آه. حالات مثلا شنو تحال؟ حاله شي دار هايدا نسكنوا فيها انا وخوتي، عندي خمسه د العائلات وانا تكلي في الدار. شنو قلتي لي مشمي؟ انا محمد. محمد؟ آه. وانا كنشوف مع انك انت ماشي محمد، انت بنيته. اه. انا بنيته. انت بنيته ودوختيني. بديتي تقول لي محمد. انا اسمي ذكرى. اه ذكرى. سميتك ذكرى. قول لي دابا شنو بغيتي نقدمك، محمد ولا ذكرى؟ اللي بغيتي بيني وبينك. انا ذكرى، قدمني عاديه. ذكرى عاديه. ذكرى انت هنا كتعيشي في وسط العزاره. آه. ضرب صراحه ما كيتكرفص عليك حال، كيعاملوك بحال خوتك. كيعاملوك بحال خوت. آه. برافو عليهم. لو كنتي في شي مع شي وحدين. آه. اخرين كانوا يقدروا يتم في عايشين مع هادو، عايشين بحال خوت. بحال خوت. كيدافعوا عليك. كيدافعوا عليك. كيدافعوا عليا. كيتقاتلوا عليك. اه. ها؟ اه كيدافعوا عليا. واحد يلاه تضرب عليا. على مسبتي. على مسبتي. اه. واخا ذكرى انتينا قدامك مسؤول. آه. قدامك جا واحد المسؤول قدامك. عندك شي حاجة عندك. انت قدامك مسؤول، شنو غتقول له؟ شنو غتطلب منه؟ شي واحد مسؤول كبير يقدر يعاونكم، يقدر يعمل، شنو غتطلبوا منه؟ نطلب منه الحياة سعيدة نعيش أنا أخوتي وماما. أخوتك وماما. مسافر. هاتي كنطلب.